الجزائر اليوم حنا رانا في لا بوليتيك لالجيري اجوردي والبلد ديالنا ان نروح التصدير، يعني هذه حاجه ما حش لا مفر منها. سيك اليوم حتى الشركات المصنعه في الجزائر اللي تنفيستي تستثمر في الجزائر اليوم لازم تروح للتصدير، وهذا هدف من اهداف الجزائر. وحنا الصالون ديالنا ما راهو الا محفز باش نحطوا هاد الشركات اللي حابه تروح في هذا المجال، انه اليوم يكون تعاون وخبرات، وعندنا ثانيك يعني دي زيكسبير نون دومين اللي راح يقدر يكون معاهم يعني التواصل باش يعرفوا شنو هما الطرق وشنو هما التسهيلات اللي يقدروا يستفادوا منها باش يروحوا لهذا المجال اللي هو مجال التصدير. الدور تاعنا هو تعرف نعرفوا بالجمعيه، وثاني تقدموا يعني معلومات الناس اللي تطلب معلومات نحو التصدير، قوانين الصرف، قوانين يعني الشروط يعني تاع التصدير. هادو كاع احنا الدور تاعنا هنايا في هذا الباب.